وفي صباح يوم جديد قامت لينا واتوضت وصلت وعملت روتينها اليومي وطلعت لبست عشان تنزل تروح شغلها، وكان بابا ومامتها موجودين على السفرة وصبحت عليهم. ايه ده؟ هو انتي رايحة فين على كده؟ اكيد يا ماما رايحة الشغل يعني. نعم شغل. ايه اللي انتي رايحة يوم خطوبتك ده؟ الناس جايين بالليل، انا ايه بقى اللي يخليني ما اروحش الشغل؟ اتكلم انت يا عبد الرحمن، البنات يوم خطوبتهم يوم يروحوا كوافير يظبطوا حالهم، انما لينا هانم لا، لازم تختلف عن الاخرين. بالظبط كده، حضرتك عارفاني انا كده وهفضل كده. ويلا سلام بقى. الله. وخرجت جري قبل مامتها تقول اي حاجه. وبعد ما مشيت، عجبك كده يا عبد الرحمن؟ يا شهيره، يا عملت ايه يعني الكل ده؟ الناس جايين بالليل، ايه بقى اللي يخليها تقعد النهارده من شغلها؟ وبنتك مش شغاله في شركه، بنتك ظابط، وغير كده مسؤوله عن فريق باكمله، واكيد عندها شغل. ما تنسيش ان انت حكمتي عليها تسيبه امبارح عشان تنزلوا بقى وتجيبوا لها فستان وتعمل شعرها. ما ده الطبيعي يا عبد الرحمن، لازم تشتري فستان وتعمل شعرها، يعني هي هتقابل العريس باللبس الرجالي اللي على طول لابساه ده؟ هو عارفها كده وهي عجبته على كده. طب اسكت انت خالص، انت اصلا مش فاهم حاجه. ماشي براحتك، سلام. ومشي عبد الرحمن، وشهيره دخلت المطبخ عشان تجهز للخطوبه، ونسيبهم بقى ونروح للينا اللي دخلت في مكتبها وما كانتش طايقه نفسها. ودخلت هدير وبتقول لها، ايه ده يا ساتر، مالك يا بنتي؟ بقولك ايه، ابعدي عني، انا مش طايقه نفسي. ليه كده بس؟ ده انت النهارده المفروض العروسه. هدير بقولك ايه، ابعدي عني، مش كفايه عليا يا ماما، هتبقى انت وهي يعني عليا؟ وهدير قعدت وضحكت، عملت فيكي ايه شوشو، خلتك مش طايقه نفسك كده؟ ولينا حكت لها على كل اللي حصل، وهدير ميته على نفسها من الضحك وبتقول، ما هي مفكراكي عروسه بجد، اعذريها بقى يا ليلي. ما هو عشان انا عذرها كان زماني ولعت في شاكي والبنات اللي معاها ولا بتوع البيوتي سنتر دول. ايه مالهم كده؟ مش على بعضهم كده ليه؟ دول البنات يا ماما مش انا وانتي. يا ايه القرف ده، ليه؟ هو انتي عايزيني ابقى بدلع زيهم كده واللي بنا في بقي واقول يا اختي يا اختي بلا خيبه؟ كويس ان احنا مش كده. بس مامتي ومامتك عايزيننا نبقى كده. طب بذمتك انتي مقتنعه بكلامك ده؟ هينفع يعني تبقي زي البنات دي؟ ده انا شفت واحده بتتكلم حرفيا وصوتها مش طالع. ولا البنت بقى اللي جابت لي الفستان تقول لي، او ياي ده كيوت قوي عليكي، بجد تعبوني وكان ناقص لي تكه وهد الاتيلي ده والبيوتي سنتر على دماغهم. طب الحمد لله انك ما عملتيش كده، كانت مامتك ساعتها انتحرت. ويلا قومي بقى جهزي لاستقبال العريس المنتظر. هدير امشي من قدامي. اوف. وفجاه سمعت تليفونها بيرن، وكان باباها. اوه سياده اللواء بنفسه بيتصل عليا. فيها ايه يعني؟ مش فاهم. اه اكيد الست الوالده هي الموثقة عليا، لان حضرتك مش بتتصل بيا يعني الا في الشديد القوي. هو في اشد من كده؟ قومي ارجعي على البيت يا لينا، امك بتهددني ان هي تسيب البيت، انا مش عارف يعني هتروح فين، بس هي بتهددني. ما هي كده على طول، انا بس هموت واعرف هي هتروح فين، بس مش عارفه. يا بنت بطلي هزار ويلا قومي بقى ارجعي، هي ما تعرفش ان الجوازه ليها علاقه بالشغل، وهي زي اي ام يعني عايزه تفرح ببنتها. وبقولك ايه، تلبسي الفستان، سمع؟ يا بابا اهو ده بقى اللي لا يمكن، لا يمكن ابدا البس الفستان ده، مستحيل، دي تبقى هزلت. هتلبسيه وعدي الليله بقى، امال لما تعرفي بقى ان هي هتنزل تجيب لك الجهاز هتقولي ايه؟ لا كده كتير وربنا. بص يا بابا حضرتك قولها بقى وريحني. يا سلام، هو ينفع نطلع اسرار الشغل بره؟ احنا هنقول لها ان انتوا هتسافروا سفريه طويله ولما ترجعوا تجهزوا عش الزوجيه، ايه رايك في الحل ده؟ تمام، حل كويس، بس هي هتقتنع؟ سيبيني انا هقنعها. ويلا بقى ما تضيعيش وقت، خلاص الوقت قرب. امري لله، حاضر هرجع البيت، بس بالله عليك ما تخليها تستفرب بيا. حاضر. وقفل معاها وضحك وقال، ربنا معاكي، دي شهيره ما صدقت. وكمل شغله ونسيبه ونروح للينا بتجهز نفسها عشان تمشي من مكتبها، وهدير هتمشي. اه لسه سياده اللواء عبد الرحمن مديني الاوامر، الست الوالده قال ايه؟ بتهدده تسيب البيت. سبحان الله، كل الامهات كده وما شفناش يعني حد فيهم طفش وساب البيت. اهو طبيعه بقى الام المصريه، يلا اسيبك، اوعي بقى ما تجيش بالليل.
لا طبعا جاية، ده انا عايزة اشوف اللقاء المنتظر بين الصقر والنمر. هيبقى عادي يعني؟ هيبقى عامل ازاي؟ لا طبعا، ده انا حاسة انه هيقلب ضرب نار. بوم بوم بوم. ايه ده، مش للدرجة دي يعني؟ هنشوف. يلا بقى اسيبك انتي. اوكي، مع السلامة. ولينا مشت وهدير دخلت مكتبها عشان تكمل شغلها، وبعد وقت هي كمان مشت وراحت للينا بيتها، وكان لسه في وقت على وصول حمزة واهله كمان، وطلعت على فوق وكان في حرب دايرة بينها وبين مامتها. وهدير دخلت. مساء الخير عليكو، صوتكم عالي. اهو تلم المتعوس على خيب الرجا. بص يا بنت انتي، قولي لها تسمع الكلام والا هوريكو. وزقتها وخرجت ورزعت الباب وراها. ايه ده، هو في ايه؟ مالها طنط؟ بصي بقى، انا وافقت البس الفستان، بس دي عايزاني احط ميك اب. قال انا احط ميك اب؟ قال عادي يا بنتي، حطي وخلصي، بس عايزه اسال سؤال. ممكن؟ ايه، قولي انت كمان. هو مين المتعوس ومين خايب الرجا؟ ايه ده، هتشل، يخرب بيتك، هو ده وقته انت التانية؟ اوف. وهدير ضحكت. امك صعبة يا ليلي قوي. دي تبقى مرات عمك وحماتك. اشربي بقى، مش من الصبح بقى كانت صعبانة عليكي؟ اشربي يا اختي. لا 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 لا، مش عايزة. ويلا خلاصي بقى، بدل ما تيجي تخلص علينا احنا الاتنين، وهيتخلص البشرية مننا. طب يلا سيبك من الهري ده، ويلا حطيلي الهباب على وشي. طيب يلا تعالي انا اللي احطهولك. وبعد وقت كانت هدير زوقتها تزويق خفيف جدا، وظهر جمال لينا. وهدير بتقول لها، اوه واو، ايه الحلاوه دي؟ يا لهوي، صاروخ ارض جو. يا ماما، النمر هيقع من اول نظره. ليه يعني كل ده عشان شويه ميك اب؟ ميك اب ايه يا ماما؟ تعالي كده بصي. ولينا بصت وما كانتش مصدقه نفسها، هي اصلا اول مره تبقى بالشكل ده. شفتي يا بنتي، ده انت لو خرجتي شباب مصر كلها تنتحر. يا اختي ما هي مش هتتكرر تاني. وفجأة سمعوا صوت طبل على باب أوضة لينا، وكان محمد اللي دخل. وأول ما شافها انبهر وصفر صفارة عالية وبيقول لها، أوبا، إيه يا بنتي الجمال ده كله؟ كنت مخبياه فين؟ بالله عليك تسكت، لولا بس إصرار ماما ما كنتش عملت كده. كده؟ كده مالك يعني؟ ده أنت لو مش أختي كنت خطفتك واتجوزتك. والله إيه يا ولا العسل ده؟ ومحمد بابتسامة وبيغيث بيها هدير، اه والله انت مش شايفة يا بنتي، هو في جمال كده. يا بختك يا عم حمزة. حمزة مين والناس نايمين يا عم؟ دي جوازة مفروضة عليا، لولا كده لكان حمزة ولا غيره يخليني اغير فكرتي عن الجواز. الجواز ده مشروع فاشل. تصدقي عندك حق يا ليلي يا شيخة. اه والله انا بفكر بقى ارجع في كلامي، ما السنجلة جنتلة والارتباط احباط. بس يا بنت اي كلام، وانتي يا اختي يلا قدامي، وانتي برضو قدامي. يا رب الشكل شكل بنات، بس اعوذ بالله مصاصين دماء. ولينا وهدير طلعوا السنتهم وبيقولوا، خلي بالك من نفسك بقى يا باشا. وضحكوا هما التلاتة ودخلوا على غرفة الاستقبال. وحمزة اول ما شاف لينا انبهر بجمالها، ومش مصدق ان هي كتلة انوثة وجمال بالشكل ده. نورتونا والله يا جماعة، منورين. ده نورك يا عبد الرحمن. ميرسي يا سيادة اللواء. متشكر يا عمي. حضرتك عارف طبعا احنا جايين ليه النهاردة؟ احنا جايين عشان نطلب ايد الانسة لينا، وطبعا احنا مش لسه هنعرف بعض، فانا بقى بطلب نعمل فرح على طول. ايه، فرح كده على طول يا ابني؟ ايوه يا طنط، انا ولينا عارفين بعض من زمان، مش اول مرة اعرفها. انا لما اتأكدت من مشاعري من ناحيتها، ولما سألتها حسيت من ناحيتها بالقبول، جيت واتقدمت على طول. وكمان احنا ورانا شغل، لازم نسافر وهنقعد مدة طويلة، ولازم نبقى مع بعض بارتباط رسمي. يا كذاب، قبول ايه؟ هو انا بطيئك اصلا؟ ويخرب بيتك بقى، لازم تقول لها نسافر. سفر ايه؟ اشرب بقى، يا رب الجوازة تبوظ، تكاكنلها في قرفك. سفر؟ سفر ايه ده؟ اه يا شهيرة، الولاد عندهم شغل برا مصر، هما الأربعة، ولازم يتجوزوا في أسرع وقت عشان ما فيش وقت. يعني إيه؟ يعني بنتي وابني هيتجوزوا ويسافروا ومش هفرح بوجودهم حواليا؟ إيه يا ماما الحزن ده؟ هي أصلاً مش سفرية طويلة، هي حوالي كده 3 شهور مش أكتر، وهنرجع نعمل الفرح ونجهز بقى عش الزوجية. كده ولا كده أنا وهدير كاتبين الكتاب، مفيش غير لينا وحمزة، وكمان هيكتبوا كاتب الكتاب ونسافر على طول. آه، وانتوا تعرفوا موضوع السفر ده من امتى بقى؟
لسه من شوية لما اللواء فاروق قال لي فبلغت محمد، وكنت هبلغك وابلغ لينا بيه. تمام يا عبد الرحمن تمام. نقرا الفاتحة بقى ولا لسه في كلام تاني؟ لا خلاص، مبروك يا ولاد، وقروا الفاتحة، ومامة حمزة بتقول لهم نسيبهم بقى مع بعض، يلا قوموا. ومامة حمزة خارجة وطت على ودن حمزة وقالت بصوت واطي، نزل عينك هتاكل البنت، هي بصراحة قمر 14. وحمزة انتبه، ايه هي مين اللي قمر دي؟ معلش لينا يا حضرة الضابط اللي من ساعة ما دخلت وانت هتاكلها بعينك. روح يا ماما، اصلك ما تعرفيش حاجة، دي كارثة ماشية على الارض. والله مليك في الطيب نصيب. وخرجت وسابته، ولينا بتقوله انا سمعتك على فكرة، ولا هي مين اللي كارثة دي؟ انتي اصلي عيني امي بتقولي انك قمر، مش عارفة اللي فيها يا اختي. ايه هو اللي فيها بقى؟ وحمزة باستفزاز، كله صناعي، عيونك شكلك كلك كده على بعضك. ايه انت شايف كده يعني؟ اه طبعا مش شايف غير كده اصلا. ماشي يا حمزة. هو ايه اللي ماشي؟ مش فاهم. ان كله يعني صناعي، بس اصلح لك بقى المعلومة دي، كل اللي انت شايفه ده طبيعي. نعم، ولون عيونك طبيعية؟ اه طبيعية. ولون بشرتك طبيعي؟ اه. في ايه؟ وحمزة قام وقف وبيقول لها، اوه ده انت طلعتي حلوة بقى، امال مخبية جمالك ده ليه؟ وبيقرب منها وضربته تحت الحزام. ولا انت هبل يلا ولا ايه؟ الله يخرب بيتك ضيعتيني. وهدير شافت لينا وهي بتضرب حمزة، محمد الحق اختك. ايه مالها؟ ضربت حمزة تحت الحزام. نهار اسود، ليه؟ اكيد اتحمرش بيها، هو انت مش شايف اختك قمر ازاي وهو دنجوان عصره واوانه؟ طب قوم يا فلحة ندخل لهم بدل ما تخلص عليه. واول ما دخل اخوها بتقول له، محمد قول له يتعامل معايا بحذر، والا اقسم بالله اعرفه هو بيتكلم مع مين. سامع؟ ايه ده، هو ماله الواد؟ ماله عامل كده ليه؟ خرب بيتك. ده اقل حاجه عندي. الحقني الحقني يا محمد، قطعت الخلف يخرب بيتها. ولحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل ما بين حمزه ولينا؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم القصه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.